جزاكم الله خيرا. سائل من اليمن له مجموعة من الأسئلة، يسأل في السؤال الأول عن بعض الطلاب الذين يمرون على المقبرة ويدوسونها بأرجلهم علما بأن هذا الطريق هي الأقرب لهم، ما رأي فضيلة الشيخ في ذلك؟ مأجورين؟ يجب احترام المقابر وصيانتها، تحرم إهانتها، فيجب على ولاة الأمور أو نوابهم في البلد والمسؤولون عن البلديات أو الأوقاف، يجب عليهم أن يشوروا هذه المقابر نسولا يحفظها من الامتهان والتطرق. لا يجوز التطرق على القبور والمشي على القبور والوطأ عليها وقضاء الحاجة عليها أو إلقاء القاذورات عليها، لأن لها حرمة، وحرمة المسلم ميتا كحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. لا يجوز امتهان القبور وأذية الموتى بهذه الأمور. نعم.